مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج يلا علوم. هدفنا هو تبسيط العلوم بطريقة ممتعة ومسلية وتعريف متابعينا على تطبيقات علمية مختلفة في العلوم. خليكم معنا لتتعرفوا أكثر بحلقتنا لليوم، شو محضر لكم فريق برنامج يلا علوم من تجارب علمية جديدة. التجربة الأولى مروحة الألوان. مبدأ عمل تجربتنا مبني على ظاهرة فيزيائية اسمها الشد السطحي أو التوتر السطحي. أدواتنا اللي بتلزمنا بهاي التجربة ألوان مختلفة، صابون وحليب. بنحط كمية من الحليب في كل وعاء، بنضيف عليها قطرات من الألوان. لاحظوا استقرار الألوان على سطح الحليب وعدم امتزاجها وانتشارها. وهلا بدنا نضيف قطرات الصابون السائل على الحليب. مثل ما شفتوا الألوان انتشرت بشكل سريع دائري وجميل، والتفسير العلمي أن قوة الشد السطحي الموجودة بين جزيئات الحليب منعت الألوان من الانتشار بين جزيئاتها وظلت مستقرة على سطحها. ولما ضفنا الصابون حدث عندنا تفاعل بين الصابون والدهون الموجودة في الحليب، وهالشيء أدى لإضعاف قوى الشد السطحي للحليب وبالتالي انتشار الألوان بشكل كبير في الحليب، وهيك تجربتنا بتكون انتهت. تفاعل تجربتنا اسمه سعة اليود، وهو نوع من التفاعلات الكيميائية نضيف فيه محلولين غير ملونين لبعض، وبعد عدة ثواني من المزج راح يتغير لون المزيج. خليكم معنا لتتعرفوا أكثر على التجربة. أدواتنا للتجربة: محلول فوق أكسيد الهيدروجين، أيوديد البوتاسيوم، محلول الصوديوم ثيوسلفيد، محلول حمض الكبريتيك، ومحلول النشا. نحضر المحلول الأول من 10 مللتر صوديوم ثيوسلفايد. بنضيف 15 مل أيوديد البوتاسيوم. نضيف 10 مللتر فوق أكسيد الهيدروجين. بنضيف بضع قطرات من النشا، بنضيف بضع قطرات برضو من حمض الكبريتيك. بنكرر نفس الاشي على المحلول الثاني. التفسير العلمي يلي صار هو تفاعل تأكسد واختزال بين أيونات اليود وأيونات الثيوسلفيت، والهدف من وجود النشا أنه بيتم استخدامه للكشف عن اليود بحيث يعطي لون أزرق داكن في المحاليل اللي بتحتوي على اليود. في تفاعلنا السابق نتج اليود، ولهيك تحول لون المحاليل للون الأزرق بسبب وجود محلول النشا عند تحضير المحاليل. أما اختلاف السرعة سببه اختلاف تركيز الثيوسلفيت في الأوعية الثلاث.
تجربتنا الثالثة هي تفاعل حمض النتريك مع النحاس، وهو نوع من تفاعلات الإحلال البسيط، والهدف منه هو تحضير غاز ثاني أكسيد النيتروجين. وهلأ رح ننتقل لجهاز الفيوم هود حتى ننفذ تجربتنا، تابعونا. طبعا جهاز الفيوم هود يتم استخدامه لطرد الغازات الناتجة خارج المختبر لكونها غازات سامة وضارة. الأدوات اللي بتلزمنا قطع نحاس، كاس زجاجي، وحمض النتريك. نضيف 10 ملليلتر من حمض النتريك للكأس، بعدين نضيف لها قطع من النحاس. حدث عندنا تفاعل وتصاعد غاز بني مثل ما انتم شايفين، وبنلاحظ انه غاز ثاني اكسيد النيتروجين ارتفع للاعلى وحل محله الهواء في الكأس الثابت، فشي سببه اختلاف الكثافه، لان كثافه غاز ثاني اكسيد النيتروجين اقل من كثافه الهواء. طبعا ما ننسى انه هو غاز سام، لهيك نفذنا تجربتنا داخل جهاز الفيوم هود. مشاهدينا، هيك بكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، والى اللقاء.